بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. ذكرى يوم مولد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم ميلاد النبي ده يوم فرح، يوم فرح جدير إن إحنا نحتفل ونحتفي به محبة لحضرته صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لمقامه صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للسعادة والبهجة والفرحة بيوم قدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا، وإشراق أنواره على الأكوان، لأنه استنارت بمولد النبي الهادي، استنارت الدنيا كلها وتفتحت أبواب العدل والحق. ودي نعمة كبيرة بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة كبيرة امتن الله تعالى بهذه النعمة على العالمين بصفة عامة وعلى المؤمنين بصفة خاصة. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.